السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل running لماب ريديوس بروجرام في جار فايل. الجار فايل ده هيشتغل على داتا لازم تكون موجودة على الهدوب. الجار فايل ده هيبتدي يشتغل على فايل اسمه تيست. التكست فيه شوية كلمات انا محتاج اعد عدد مرات تكرار كل كلمة. وهنلاقي اللينك اللينك تحت في المرفقات في الكود بتاع الجار فايل ده. اول خطوه محتاجين نعملها ان احنا نبتدي نشغل الهادوب سيرفيسز بتاعتنا. نضطر الاول اروح للدايركتوري اللي موجود فيه الهادوب اللي انا منزل فيه الهادوب. خلينا نسمي الهادوب هوم. هو ده الدايركتوري بتاعي اللي موجود فيه الهادوب. شغالين بهادوب 2.7.5. لو شفنا الكرنت دايركتوري موجود جوائي. اللي يهمنا في الكاركترز في الدايركتوري زيت هو الاس باينري. موجود فيه شويه شيل سكريبتس اللي بيها نقدر نشغل السيرفيسز بتاعتنا. فريت هنا السيرفيسز هي السيرفيسز بتاعت هدوب ستارت اول دوت اس اتش لغايه ما يلود. محتاجين نتكلم شويه عن الجار فايل ده بيعمل في التوتوريال. عامه اول خطوه بعد ما عملنا رانينج لي بعد ما شغلنا الهدوب. تاني خطوه محتاجين نرفع التست التكست. مضطرين نرفعه على HDFS. لازم ترفع على HDFS هدوب. لو انت عايز تطبق some sort of operation او map reduce function لازم تكون الداتا مرفوعه على HDFS. تاني خطوه المفروض نرفع الداتا ديت على HDFS. بعد كده نبتدي نعمل running للجار فايل ده على الداتا اللي احنا رفعناها. بعد كده نطلع results. اخر خطوه خالص نبتدي نعمل fetching للresults زي نحطها على local machine بتاعنا. نحطها على الديسكتوب بتاعنا العادي مش على HDFS. وبكده احنا عندنا الهدوب system is up and running.